اهلا يا سمير، يا بائس يا اللي ودانك عامله كده. بس ما تزعلش، انا مش سايبك، العارف حبيبك، وانت عارف ان انا مش هسيبك. في الفيديو ده جاي اقول لك على حل سحري ازاي تغير ودانك من كده لكده، او تخليها لازقه في راسك خالص كده يعني. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي، عايز اسالك سؤال مهم جدا هيترتب عليه بقيه الحلقه. اصلا هيظهر لك دلوقتي 4 اشكال للاذن. الشكل الاول ان هو الاذن بتاعتك تبقى عامله كده، طالعه بره خالص، مطرطقه، اسمها اذن الفنجان او الخفاش او ايا كان، عامله كده طالعه بره جامد. والاذن الثانيه اللي هي شبه الاذن بتاعتك كده، ان الاذن بتاعتك تكون طالعه من قدام هنا او من فوق، الحته اللي فوق دي طالعه بره كده زي اللي عندي كده بالظبط. او الشكل الثالث ان الاذن بتاعتك تكون طالعه من الناحيه دي، من تحت الجزء اللي هو السفلي هنا كده. او الشكل الرابع ان الاذن بتاعتك ما تكونش طالعه اصلا وعامله كده لازقه في راسك. انزل تحت دلوقتي في التعليقات وقول لي انت الاذن بتاعتك في انهي شكل من الاشكال دي، لان زي ما قلت لك الفيديو ده هيترتب على شكل الاذن بتاعك من ال4 اشكال اللي انا وريتهم لك دلوقتي. ها، نزلت تحت وقلت ولا لسه يا ابني؟ نزلت خلاص. طيب وانت طالع بقى حط اللايك، اشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وقرب قرب زي كل مره. ايوه تعالى يا سمير، يلا بسم الله نبدا. لو عاوز ان الاذن بتاعتك تبقى من الشكل ده طالعه بره كده للشكل ده، لازم اهم حاجه ان انت هتمشي على الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بس قبل ما تمشي على الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، لازم تعرف هو انت الاذن بتاعتك دي شكلها كده ليه. عارف ان الكلام ده هيكون غريب عليك لو انت جديد في القناه بتاعتي، ولكن ده اسمه علم الفراسه، او بمعنى اصح ملامحك بتدل على شخصيتك، او انت بتفكر بطريقه معينه جوه دماغك، فالكلام ده بيظهر على ملامح وجهك، شكل الاذن بتاعتك، شكل الانف، شكل الفم، وهكذا. طيب يا ابو حميد، الاذن بتاعتي طالعه بره كده ليه؟ هقول لك انا ال3 اشكال اللي هم ان الاذن بتاعتك تكون طالعه من فوق بس زي دي كده، وانها تكون طالعه من تحت هنا كده، وانها تكون طالعه كلها كده. ال3 اشكال دول بيشتركوا في حاجه واحده، انهم اشخاص مستقله، ولكن الاستقلال بتاعهم بيختلف من شخص للتاني، وده اللي هوضحه دلوقتي قبل ما اقول لك على الحل بتاع الاذن دي. بينما الشخص اللي تلاقي عنده الاذن بالمنظر ده، اللي هي هتعتبر هي لا هي طالعه بره ولا هي داخله جوه، يعني لحد ما وسط كده، اهو ده شخصيه طبيعيه، شخصيه ممكن نقول مش مستقل اجتماعيا زي التانيين. وانا هفهمك نوع الاستقلال ده شكله ايه دلوقتي. فعلى سبيل المثال لما نيجي نتكلم عن شكل الاذن ده، لما تلاقيها طالعه من فوق هنا بره، طالعه من فوق بره هنا كده، انا قلت لك من شويه ان ده معناه استقلال. طيب الاستقلال ده معناه ايه لما يكون فوق، ومعناه ايه لما يكون تحت، ومعناه ايه لما تكون كلها كده طالعه؟ ركز معايا. الاستقلال فوق ده استقلال في المبادئ والافكار وطريقه اتخاذ القرارات. يعني مثلا انا مقبل على مشروع معين او فكره معينه، هنفذها باسلوبي الخاص، هنفذها بطريقتي اللي تعجبني اللي تريحني، بغض النظر هل المجتمع يتقبل الافكار بتاعتي دي او الطريقه بتاعتي دي او لا، انا مش فارق معايا. طيب لو كانت بقى زي الاخ ده كده، ان الاذن من تحت كده طالعه بره من هنا كده، لا ده في طريقه فعل الشيء. اللي فوق دي كافكار، يعني ايه كافكار؟ يعني انا هاخد الفكره هنفذها بطريقه معينه، انا بتكلم على الخطه اللي انا هنفذ الفكره بيها او المشروع بيها. انما الحته اللي تحت دي لها علاقه بالتنفيذ، هل التنفيذ ده هيكون زي الناس ولا لا، او بمعنى اصح هنفترض ان ده مدرس مثلا، فالمدرس ده بيشرح، وليكن ده مدرس مثلا فيزيكس مثلا، بيدرس فيزياء، تمام. فالمهم ان مدرس الفيزياء ده عنده الاذن دي طالعه من تحت كده، والشخص اللي هو على اليمين ده اللي هو ده اللي هو ده، الاذن بتاعته من تحت عامله كده داخل جوه شويه. ركز بقى معايا، صاحب الاذن اللي هي طالعه من بره تحت كده ده هينفذ، ولكن باسلوب مختلف. يعني ايه؟ كلاهم بيشرحوا فيزياء، الاتنين بيعملوا الحاجه من غير ما يخرجوا عن القواعد والقوانين. الفكره في الاذن من فوق هنا، يعني الاذن لما تلاقيها لازقه في الراس من فوق كده، ده معناه ان هو بيلتزم بالقواعد والقوانين اللي لها علاقه بالمبدا الفكري. انما الاذن من تحت لا، في طريقه فعل الشيء. يعني لو رجعنا للمثال بتاع المدرسين بتوع الفيزياء دول، ده هيشرح بطريقه وده هيشرح بطريقه، ده هيوصلك للنتيجه بطريقه وده هيوصلك للنتيجه بطريقه تانيه، بس كل واحد ليه طريقه كده في ان هو ايه، عنده الخلطه السحريه بتاعته، عنده الميكانيزم الخاص بيه كده ان انا ببدا اشتغل بيه.
بينما هنا دي علاقة بالأفكار، الفكرة، الفكرة وأنا هحط الخطة إزاي وهمشي عليها إزاي، إنما هنا ده هينفذ إزاي، طريقة التنفيذ الفعلية اللي هي على أرض الواقع. يا رب تكون الدنيا وصلت. طب لما نيجي بقى للشخص اللي هو عنده الأذن، لا مش كده خالص بقى. طب لو جينا بقى للشخص اللي عنده الأذن هنا كده زي دي كده بقى، كلها طالعة بره من هنا كده، كلها كده بره كده، أهو ده بقى لا عنده الاتنين، عنده الاتنين، ده بيفكر بره الصندوق، بره المجتمع خالص، ملوش دعوه ان المجتمع عاوز ايه، بيكسر القواعد والقوانين عادي، ما عندوش مانع خالص، وفي نفس الوقت بينفذ بالطريقه اللي هي تعجبه برضه، مش مهم برضه المجتمع عاجبه مش عاجبه، هو ملوش دعوه. يعني من الاخر لو كان طفل زي ده فشخصيته هتكون عنيده جدا، ما بيسمعش الكلام، صعب جدا ان هو يتقبل النقد او يتقبل افكار الناس اللي حواليه، لا هو انا بفكر بالطريقه دي، انا عاجبني الشيء اللي انا بعمله ده، خلاص هكمل فيه، انا مش مهم بالنسبه لي انت زعلان انت متضايق، انا مش فارق معايا. فده صاحب الاذن اللي طالعه من كلها كده، انما لو كانت نص بس كده زي ما قلت لك، ده بيعمل الحاجه بالطريقه اللي تعجبه، ولكن الفكره اللي هو او الحاجه اللي هو بيعملها اصلا ممكن تكون متوافقه مع المجتمع عادي، هو ما عندوش مانع يعمل الحاجه اللي المجتمع بيحبها، ولكن هنعملها بطريقتي. بينما لو كانت طالعه من فوق بس هنا كده، دي هنا طلع من فوق بس، فالشخصية دي بتعمل الحاجة اللي هي على مزاجها، مش مهم المجتمع موافق ولا لا، ولكن طريقة التنفيذ هيحاول ان هو يخليها موافقة للناس اللي حواليه، او يعني ما يكونش فيها مشكلة بالنسبة للمجتمع. وصلت الفكرة؟ طيب المهم يا ابو حميد، حل بقى المشكلة دي ايه؟ حل المشكلة دي ان انت اولا هتحاول ان انت ترضي الناس. بالظبط، انا عارف ان ده، انا عارف ان دي صفه مش كويسه او حاجه ممكن هتعطلك شويه، ولكن في حقيقه الامر هو ده اللي هيحصل. يعني هتكون مطيع حرفيا، انت هتكون مطيع، هتكون يعني بتسلم بالامر، يعني من الاخر مش هتشغل دماغك، او انت هتشغل دماغك في الحاجات اللي هي الاعتياديه اللي هو يعني ايه، حاجات بسيطه. انما مثلا واحد زي حالاتي كده قاعد بيشرح حاجه لها علاقه بعلم الفراسه، انت لو عندك الاذن اللي هي طالعه بره من فوق هنا مثلا او كلها كده، فانت هتفكر والله يا ابو حميد انت علم الفراسه ده ايه، والناس بتقول ان هو مش علم حقيقي وما اعرفش ايه، انت مش هتاخد بالكلام ده خالص، انت هتبدا تمنطق الامور بدماغك وتفلتر الكلام ده بدماغك عشان توصل لحل معين. فالاذن دي هي في الاصل ملمح كويس، خد بالك مش ملمح سيء خالص، ولكن ليها عيوب وليها ايجابيات. بص ركز معايا بقى عشان افهمك ليه العيوب والايجابيات دي هي اللي هتاثر على شكل الاذن. العيوب بتاعت الاذن دي ان هو انا مش موافق ومعارض تلقائي لاي نوع من انواع التوجيه من قبل الاخرين. يعني ايه؟ انت عايز توجهني هتوجهني، ولكن مش يعني مش هكون مقتنع. طب انا شخص مش مقتنع باللي انت عاوزني، يعني مثلا انا كموظف شغال وعندي الاذن دي، فانت عايز توجهني لحاجه معينه انا مش موافق عليها مش عاجباني، فاي حاجه ممكن تكون بمقابل الاذن دي اللي هي طالعه كلها بره كده دي هتقبل ان هي تمشي بيها. طيب الحل هنا بقى، الحل ان انت مهما كان انت مش موافق على اللي انت بتعمله، ولكن حتى لو كان في مقابل انت ما ينفعش ان انت تعمل الحاجه اللي انت مش عاجبك. ليه بقى؟ لان لو عملت كده الاذن دي كلها كده هتطلع بره، كلها هتطلع. طب لو كانت بقى، طب لو انت مش بتقبل بفعل الاشياء اللي هي مش على مزاجك حتى لو لها مقابل مرضي، في الغالب الاذن بتاعتك هتبقى عامله كده، يعني حاجه طالعه بسيطه كده. الطالعه البسيطه دي كويسه ليه؟ لان الايجابيات بقى، الايجابيات بتاعت الاذن دي موجوده في الاذن دي. ليه بقى؟ ركز معايا، وخصوصا الاذن دي السنوره اللي هي الاذن بالمنظر ده. الايجابيات بقى ايه؟ الايجابيات ان الشخصيه دي عندها قدره على تسويق نفسها ومنتجاتها واشيائها بشكل خرافي. ليه بقى عنده قدرة على التسويق؟ لأن أنا بحط الفكرة من غير ما الفكرة دي تكون أصلا موافقة لفكر الآخرين. يعني إيه؟ أنا لما هاجي أقول حاجة معينة أو أشرح حاجة معينة، فهشرحها بطريقة تخلي الشخص يحس إن أنا شرحت حاجة هو أول مرة أصلا يعرفها، مع إن المعلومة ممكن تكون عنده، ولكن طريقتي وأسلوبي مختلف تماما عن اسلوب الاخرين، فبتخلي ان الشخص يكون عنده نوع من انواع التسويق الذاتي كده لنفسه او لشغله او ايا كان. يعني فدي ايجابيه كبيره جدا للاذن دي، ولكن زي ما قلت لك لو كانت الاذن كلها طالعه بره كده، فالشخصيه دي هيكون عندها حته بقى العناد بقى والمصلحجيه، مصلحجيه طبعا انا مش موافق على اللي انت بتعمله، فلو انت عايز نعمل حاجه انت
فلو انت عاوز نعمل حاجه هي مش عجباني، لا ادفع، ادفع حقها بقى، هات لي مصلحه، اعمل مش عارف ايه وهكذا. عشان كده بيقولوا على الشخص اللي هو عنده الاذن طالع بره كده ان شخص نافعي، هو في الحقيقه مش نافعي، هو بس مش موافق على الحاجه اللي انت عاوزه يعملها او فكرك اصلا. فعشان يبقى متوافق ما بينك ويعرف يتعامل معاك، فهو انا هاخد منك حاجه مقابل اللي انت عاوزه، ما انا مش عاجبني، تخيل معايا انا مش عاجبني اللي انت بتعمله، فنعمل اللي انت عاوزني اعمله بشكل مجاني ليه؟ ما هي مش منطقيه، تمام؟ هي مش منطقيه بالنسبه للشخص ده. طيب الاذن بقى اللي بتبقى بالمنظر ده، اللي هي الاذن دي الشكل ده بتدل على ايه؟ بتدل ان الشخصيه دي حتى لو كان معارض، حتى لو كان افكاره مختلفه عن افكارك، هو في الحقيقه مش هيبادر ان هو يعرفك او هيبادر ان هو ياخد رد فعل اصلا. فالشخصيه دي تقدر تقول ان هو بيحاول ان هو يندمج اجتماعيا، او بيحاول ان هو يندمج مع المجتمع والاسره والعيله حتى لو كان مختلف معاهم في الفكر والدنيا دي كلها. طيب ما دي حاجه حلوه يا ابو حميد، حلوه اه كل حاجه، ولكن عنده مشكله ان هو ما بيعرفش يخرج بره القطيع، ما بيعرفش يخرج بره افكار الناس اللي حواليه. ليه؟ لان هو مش عاوز يعاديهم، مش عايز يبقى محل جدل، محل نقاش حاد كده، ما يحبش ان الناس مثلا تشاور عليه وتقول اه شوف ابن اللذينه اللي مش عاوز يسمع كلام ابوه وامه مش عارف ايه وهكذا، فاهم الفكره؟ مع ان الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون بالنسبه لك ايجابي، ولكن بالنسبه للناس الثانيه هو مش ايجابي خالص، فهمت الفكره؟ فهو الصفه ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت، زي ما انا شرحتها لك من شويه. كلمه مستقل دي تمام ممكن تكون ايجابيه ممكن تكون سلبيه على حسب انت عاوز ايه. فلو انت عاوز تغير شكل الاذن بتاعتك من كده لكده، فلو انت عاوز تغير شكل الاذن بتاعتك من كده لكده، فانت محتاج ان انت تمشي ورا الشخص ده تبقى زيه كده. زي ما قلت لك، هو انت مش عاجبك صاحبك بيفكر ازاي، بس انت ما تقولوش. ما هو انت لو حاولت تعارض الاذن بتاعتك هتبدأ ان هي تطلع. فلو انت مش عايز اذن بتاعتك تطلع ما تعارضش، ولكن انت هتحاول تكون دبلوماسي وتحاول في طريقة افعالك ما تعارضش الناس. يعني مثلا ما يكونش صاحبك يقول لك انا ما بحبش حد يكلمني بالطريقة دي وتكلمه نفس الطريقة اللي هي عجباك، ما هو اذن بتاعتك هتطلع، فهمت الفكرة؟ يعني حاول تندمج اجتماعيا مهما كان الوضع. لو انت عاوز الاذن بتاعتك يعني تبقى من كده لكده، لو مش عاوز وانا يعني صراحة انا بفضل، انا شخصيا مش عايز الاذن بتاعتي ترجع تخش جوه، لان دي حاجة بالنسبة لي ايجابية جدا. ولو هي بالنسبة لك سلبية لا، لازم تعمل اللي انا بقول لك عليه ده. طيب لو انت بقى عايز معلومات اكتر عن علم الفراسة واشكال الاذن والعيون، الحواجب، الجبهة، الحاجات دي، انا منزل فيديوهات كتير جدا عندي في القناة. خش عندي على القناة وهتلاقي فيديوهات كتيرة بتتكلم عن الملامح وتحليل شخصية ناس حقيقيين موجودين فعليا. وبس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتحط لايك وتفعل زر الجرس عشان توصلك جديدنا أول بأول. سلام.